أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حلم حياة. النهاردة حلقتنا مختلفة وحلقتنا هامة جدا، هنتكلم فيها عن أمور هامة وهنتكلم عن أمراض المستقيم والشرق. طبعا كلنا يعني لو مش إحنا في حبايبنا بيعانوا من أمراض المستقيم والشرق، وبنلاقي حوالينا ناس كتير جدا بتعاني من البواسير. وأعراض البواسير يا ترى إيه اللي بيجيب البواسير وإزاي نعالج البواسير؟ هنعرف أشياء كتير جدا عن أمراض المستقيم والشرق مع شخص غالي جدا جدا على قلبي، وهو من أبطال يعني الجيش الأبيض، هو الدكتور محمد مصطفى إسماعيل. يعني أنا ببقى سعيد جدا وهو معايا لأنه يعني صديق غالي جدا. هو أخصائي الجراحة العامة والمناظير، مدير مركز أهل الخير الطبي ومركز مصطفى للجراحة ومستشفى الخلفاء الراشدين. دكتور محمد أهلا بيك. أهلا وسهلا بحضرتك، إزيك؟ يعني أنت نورتني وشرفتني النهارده بقى. ربنا يحفظك. ربنا يحفظك. زي ما إحنا اتكلمنا قلنا النهارده هنتكلم عن أمراض المستقيم والشرق. في البداية عايزك تشرح لنا إيه هي أمراض المستقيم والشرق؟ في الأول قبل ما نعرف إيه الأمراض اللي بتصيب المستقيم والشرق، يعني إيه مستقيم ويعني إيه شرق؟ المستقيم دوت عبارة عن مجموعة من العضلات الاسطوانية بتقع في نهاية الجهاز الهضمي أو في نهاية القولون، آخر حتة في الجهاز الهضمي اللي بيخرج من خلالها الفضلات لخارج الجسم من خلال فتحة الشرق. فتحة الشرق دي برضو مجموعة من العضلات، فيها عضلات لا إرادية وعضلات إرادية. الفتحة دي هي بتوصل ما بين المستقيم والخارج من خلال خروج الفضلات. الأمراض بقى اللي ممكن تصيب المنطقتين دول ممكن يحصل فيهم عدة أمراض، ممكن يحصل حاجة اسمها بواسير، ممكن يحصل في حاجة اسمها شرخ شرجي، ممكن يحصل في حاجة اسمها خراج شرجي، ممكن يحصل أشياء كتير، ممكن يحصل في حاجة اسمها ناسور شرجي. هناك بعض الأورام قد تصيب المنطقتين دول، أمراض كتير تصيب المنطقتين دول. طبعا احنا طبعا هنتكلم في كل ده تفصيليا، ولكن الشائع واللي بيبقى معظم الناس بتعاني منه كلنا بنسمع عنه البواسير. تمام، عايزك تكلمنا عن البواسير وتقول لنا ايه هي البواسير وطريقة العلاج والوقاية منها. البواسير دي يا استاذ احمد عباره عن اوعيه دمويه بتبطن الغشاء المخاطي اللي في فتحه الشرج. اوعيه دمويه بتتدلى بتتضخم زي دوالي كده بتحصل في المنطقه ديت، بتسمى البواسير، يعني اوعيه دمويه انتفخت شويه في نهايه الايه في نهايه فتحه الشرج. بالتالي تضخم الاوعيه الدمويه دي بيصيب يعني بعض الناس وبيعمل عندهم بعض المشاكل من خلال إنه ممكن يحصل نزيف، ممكن يحصل صعوبة في التبرز، ممكن يحصل حاجات كتير بناء على تضخم الأوعية الدموية دي. والأوعية الدموية دي سبب تضخمها ممكن يكون ليه جزء وراثي في الموضوع دوت، ممكن يكون الإمساك الشديد، الحمل، الوزن الزايد يعمل المشاكل دي، يعمل تضخم في الأوعية الدموية فيسبب ما يسمى بالبواسير. والبواسير دي في حاجة منها اسمها بواسير داخلية وبواسير خارجية. بواسير داخلية وبواسير خارجية، يعني البواسير هي عبارة عن ورم وأسبابها ممكن يبقى تضخم في الأوعية الدموية، تضخم، وممكن أسبابها بيبقى ممكن وزن زائد أو حمل، يبقى عن طريق أي ضغط يحصل، أو ممكن بس حضرتك قلت حاجة مهمة جدا كمان، ممكن يبقى وراثي. في بعض الحاجات بيبقى العامل الوراثي ليه دور كبير في الموضوع ده. تمام، من ضمن الأسباب في مثلا أكل معين، حاجة معينة ممكن تسبب البواسير، يعني غير الأسباب دي بيزيد عموما البواسير دي بتزيد مع الإمساك، فأي حاجة أي نوعية أكل تعمل إمساك بالتالي بتزود فرص اصابتنا بالبواسير. بالاضافه بقى للحاجات السبايسي، الحاجات الحراقه برضو ليها دور في موضوع تدلي البواسير او تضخمها. تمام، ايه بقى الفرق بين الداخلي والخارجي زي ما حضرتك قلت لنا؟ في الاول هي دي اورده اصلا، اورده طبيعي انها موجوده هنا، فالقصه كلها معانا مش في وجود الاورده، في تضخمها. فاذا حصل تضخم هو ده ساعتها بيبقى المشكله، لكن هي بالفعل الاورده او الاوعيه الدمويه دي موجوده، هي اللي بتغذي فتحه الشرج وهي بتغذي المنطقه ديت. فالمشكله معانا مش في وجود الاورده، في تضخمها. تمام، فاذا حصل التضخم دوت هو ساعتها بنكون نقول ان الشخص ده مصاب، ويبدا يحصل بقى ظهور الاعراض عليه او حدوث نزيف او المشاكل دي كلها. ايه هي اهم اعراضها؟ اهم اعراض البواسير هي النزيف. المريض بيشتكي تملي على طول في نزيف دموي من فتحه الشرج. النزيف ده ممكن يسبب يدخل المريض في انيميا حاده، هبوط في المعدلات الحيويه بتاعه الجسم، ممكن يسبب له مشاكل كتير، ناهيك بقى عن الصعوبه اثناء التبرز.
يعني البواسير بيبقى لها اسباب كتير جدا، يعني ممكن يبقى لها يعني عوامل كتير جدا تؤثر على حاجات تانية، يعني مش شرط في الورم اللي انت شايفه قدامك ده فقط لا غير. تمام. طيب كيفيه الوقايه منها بقى، يعني الشخص يقي من نفسه من البواسير دي ازاي؟ من خلال إزالة المسببات. يعني هو التقدم بتاعنا في الطب مش في علاج العرض، مش ان مريض بينزف فديله حاجة توقف النزيف، لا، هو علاج السبب. هنعرف ايه السبب اللي بيسبب البواسير وبالتالي نقي منه، فبالتالي دي يكون افضل طريقة لان احنا نعالج. يعني خير الطريق افضل حاجة ان احنا الوقاية. الوقاية ازاي؟ ما يجيليش البواسير، بتيجي عن طريق الامساك الشديد. فانا مسببات الامساك اشوف اي حاجه ملينه، ملينات، نزود اكل الالياف شويه في الاكل، الحاجات دي كلها بتقينا من ان يحصل لنا امساك، وبالتالي هو ده السبب الاساسي اصلا في حدوث الايه البواسير. يعني تجنب الامساك، تجنب ممارسه الرياضه، تجنب الوزن الزايد، ممارسه الرياضه على طول باستمرار، الاكل يبقى فيه نوعيه من الالبان، الكلام ده كله يخلي شويه الموضوع ايه الامساك متجنب شويه. الوزن الزايد ده سبب كل المصايب وكل حاجه. اقول لك الوزن عايزين نخس، مش عارفين نخس. لا صح، انت كويس. كويس يعني؟ كويس، مش محتاج. تمام. ندخل بقى تاني، يعني حبيت بس ان انا اداعب حضرتك كده. نرجع بقى لموضوعنا البواسير. طبعا لو الشخص اهملها زي ما احنا قلنا لها مضاعفات كتيره جدا. طيب عايز اعرف من حضرتك طرق العلاج، وهل في طرق حديثه دلوقتي اسهل بكتير من الاول في علاج البواسير ولا لا؟ طبعا في، يعني عندنا متابعه موضوع البواسير ده اصبح بطرق حديثه جدا دون الرجوع الى الجراحات التقليديه. اولا البواسير مش في كل الحالات تتحل الجراحه. لو هي درجات البواسير دي، درجات اولى ثانيه ثالثه وهكذا. طبعا. من الدرجه الاولى بيتاخد بعض الملينات وبعض الادويه بيتلاشى موضوع الايه البواسير، ما بنحتاجش فيها ايه تدخل جراحي. لو درجتها زادت او المريض اهملها او الكلام ده كله، بنبدا بقى نخش في موضوع الايه الاجراءات الجراحيه. كان الاول بيتعمل اجراءات جراحيه عنيفه جدا بتسبب للمريض يعني الم شديد بعد العمليه، فرص الشفاء بتاعته بعد العمليه بتطول. لكن دلوقتي بوجود الليزر الموضوع اختلف جدا، اصبح المريض ممكن يعمل عمليه البواسير ويروح في نفس اليوم يمارس حياته طبيعيه تاني يوم. في نفس اليوم عمليه جراحيه بسيطه بتتم من خلال الليزر. بنستأصل احنا البواسير ديت او العوائد الدمويه دي، بنستأصلها ونربطها، وبالتالي المريض بيبقى في اريحيه تامه، يخلص عمليته من هنا ويعني يروح البيت في نفس اليوم يمارس حياته تاني يوم. كلام حضرتك جميل ومطمن، يعني بيطمن اي حد عنده البواسير انه ما يقلقش، بس يعالجها بسرعه، يعني يروح لطبيب ويزور الطبيب ويشوف الحاجه دي ويشوف علاجها قبل ما تتطور. يعني حضرتك قلت معلومه مهمه جدا، قلت ان البواسير دي ممكن تتعالج بالعلاج، يعني مش شرط في مراحلها الاولى. تمام. نخرج بقى من البواسير وندخل برضو عن حاجه مهمه جدا برضو كلنا بنسمع عنها، اللي هو الشرخ الشرجي. تمام. نسمع ان في بعض الناس ممكن يقول لك ده عنده شرخ شرجي، عايزين نعرف ايه هو الشرخ الشرجي. الشرخ الشرجي ده يا استاذ احمد عباره عن قطع في الاغشيه المخاطيه المحيطه بفتحه الشرج. فتحه الشرج زي ما قلت لحضرتك في غشاء مخاطي مبطن ليها، اللي كان فيه الاوعيه الدمويه اللي احنا لسه متكلمين عنها في موضوع البواسير. بيحصل بقى مش تضخم في الاورده، بيحصل زي قطع او جرح. الجرح دوت بيسبب المريض الم شديد جدا اثناء عمليه الاخراج، بيسبب المريض بعض يعني نزيف ولو كان بسيط، ولكن القصة كلها مع المريض بتكون في ألم، لأن ده جرح، أي جرح في الدنيا مؤلم. لكن نظرا لأن طبيعة فتحة الشرج أو طبيعة العضلات اللي موجودة فيها بتقلل شوية الإمداد الدموي للجرح دوت، فبالتالي لو الجرح دوت لو ما تعاملناش معاه في خلال الأسابيع الأولى بيتحول من شرخ شرجي حاد إلى شرخ شرجي مزمن. الشرخ الشرجي الحاد بيتعالج زي ما البواسير في المراحل الأولى تتعالج. الشرخ الشرجي في الأول برضو إيه بيتاخد له بعض انواع الادويه ويتعالج، لكن اهماله بيتحول الى ايه شرخ مزمن. ساعتها بنحتاج برضو نعمل ايه عمليه جراحيه للموضوع دوت علشان الموضوع يتحسن مع المريض والالم يزول. يتحسن، بس كلمه مزمن هنا يعني ممكن تكون صعبه شويه، يعني ممكن توصل انه ما يبقاش له علاج خالص؟ لا، ما هو علاج المزمن هو الاجراء الجراحي. يعني علاج المزمن هو الاجراء الجراحي. لكن هي الحمد لله بفضل وجود الليزر اصبح جراحات الشرج متطوره جدا غير الاول، غير الصعوبات اللي كان بيواجهها المريض من وجود فتيل. الناس تسمع عن الموضوع دوت يعني
موضوع هوس شويه يقول لك فتيل بعد العمليه. لا، الموضوع اصبح اسهل بكتير، عمليه جراحيه بسيطه، المريض بيروح يعني ساعتين ثلاثه في المستشفى وبيروح. الطب الفتره اللي فاتت اتحسن جدا يعني بصراحه، يعني حتى حضرتك في كل حلقه بتبقى معايا بتطمنا بمعلومات جديده وبتطمن اي حد يعني بيعاني من اي شيء انك لا اكشف على نفسك واطمن على نفسك، لو عندك اي حاجه لا روح وما تخافش، ان الطب اتطور عن زمان كتير جدا طبعا. طيب في اسباب معينه او في عادات معينه الواحد مثلا بيمارسها في يومه مثلا الطبيعي، عادات غلط سيئه الشخص بيعملها بتسبب الشرخ الشرجي ده ولا لا؟ هو الامساك هو العنصر الاساسي في الموضوع دوت، يعني اذا حصل امساك شديد بخروج البراز او خروج الفضلات ممكن ساعتها تعمل زي تمزق او جرح. فالامساك الشديد هو الايه؟ هو الاساس. الجلوس فتره طويله، الكلام ده كله، الحمل اثناء الولاده، ستات اثناء الولاده خاصه الولاده الطبيعيه برضه ممكن يتعرضوا لحدوث ايه؟ شرخ شرجي. فالشرخ الشرجي اساسه في الموضوع كله ده جرح. اي مسبب من مسببات الجرح تعمل شرخ شرجي. تمام. في اعراض تانية غير النزيف؟ هي العرض الاساسي في الشرخ الشرجي الم شديد وحكه او التهابات بتحصل حوالين المنطقه بتاعت فتحه الشرج دي. يعني الالم الشديد هو ما يميز، يعني اول حاجه بنسالها للمريض عشان نقدر نفرقه اذا كان شرخ شرجي والبواسير، موضوع الالم. الالم اكتر، الالم اكتر يبقى هو المريض ده داخل في سكه شرخ. النزيف اكتر يبقى هو ده المريض داخل في سكه اكتر بواسير. تمام. ايه راي حضرتك ناخد فاصل وبعدين نستكمل الحديث في موضوع تاني؟ تحت امر. اعزائي المشاهدين فاصل ثم بعد ذلك نستكمل الحديث مع الدكتور محمد مصطفى. وبعد ما رجعنا من الفاصل نستكمل الحديث مع الدكتور محمد مصطفى. دكتور محمد نورت وشرفت مره ثانيه. بعد ما خرجنا بقى من الشرخ الشرجي بنسمع عن حاجه اسمها السقوط الشرجي. تمام؟ عايزين نعرف ايه هو السقوط الشرجي؟ السقوط الشرجي ده تدلي فتحه الشرج للخارج، يعني معروف ان فتحه الشرج موجوده في مكانها متوازنه. السقوط الشرجي ده تدلي الاغشيه المخاطيه نفسها اللي مبطنه لفتحه الشرج والمستقيم للخارج. تلاقي المريض يعني الشرج ساقط منه خالص طالع بره، يبدا المريض يحس ان في زي كتله في نهايه فتحه الشرج. كانش الموضوع ده معهود عليه قبل كده، بدا يبقى جديد، لذلك سمي بسقوط الشرج، تدلي الشرج او سقوط الشرج او الريكتال برولابس. اسبابه بقى اسباب كتير، يعني ممكن البواسير في مراحلها المتاخره تعمل تدلي شرجي، ضعف في عضلات المستقيم تعمل تدلي شرجي او سقوط شرجي، الحمل والولاده والموضوع دوت يعمل برضو ايه؟ سقوط شرجي. بس سقوط شرجي شائع شويه في الاطفال. تمام. يعني في الاطفال اكتر يعني؟ في الاطفال اكتر. بخصوص الاطفال اكتر، هتخليني اخد حضرتك في سؤال تاني، هل الامراض ديت في سن معين بيبقى العلاج هو الافضل فيه؟ يعني في سن معين مثلا لو الواحد عنده البواسير، عنده مثلا الشرخ، عنده سقوط، ايه السن اللي بيبقى مثلا اللي بيجي له الاكثر عرضه؟ هو الاكثر عرضه سن الشباب بالنسبه لامراض الشرج والمستقيم، العرضه اكتر للموضوع دوت سن الايه؟ سن الشباب. تمام. طيب بنسمع برضو عن الخراج الشرجي، يعني في كتير جدا بيتكلموا عن الخراج الشرجي، عايزين برضو نعرف ايه هو وايه اسبابه وطرق علاجه. الخراج الشرجي ده عباره عن تجمع صديدي او كيس بيحصل فيه التهاب فيكون ساك كده او تجمع صديدي فيما يسمى بالخراج. ده تعريف اي خراج، ده تجمع صديدي. بما انه خراج شرجي فاكيد هيبقى حوالين الايه؟ حوالين الشرج. اسبابه ايه؟ اسبابه ممكن تكون اسباب كتير، اسباب مناعيه، مرضى السكر يحصل عندهم خراريج في اي حته، يعني مش شرط الايه؟ الشرج. في بعض المتلازمات المرضيه بيزيد معاها موضوع حدوث الايه؟ الخراج الشرجي او البري انال ابسس، زي الالتريتيف كولايتس، متلازمه التهابات القولون، حاجات كتير تعمل ايه؟ تعمل خراج شرجي.
ده بالنسبة لأسبابه. علاجه، علاج الخراج الشرجي هو الجراحة، عملية جراحية بسيطة بتتم تحت التخدير العام أو النصفي، بيتم فيها تفضية الخراج ده وتنظيفه واستئصاله، وبالتالي المريض برضه بيبقى بيحس بأريحية، لأن الخراج دوت بيكون عامل للمريض يعني ألم شديد، ارتفاع في درجة الحرارة، صعوبة أثناء الحمام، بيعمله مشاكل كتير. فبالتالي الحل الجراحي هو يعتبر الوحيد في الموضوع دوت، وحل بسيط. يعني ما فيش علاج زي مثلا بعض الناس كده اللي بيقول لك كده، اللي بيتكلموا يقول لك ممكن تاخد علاج ينشف لك الخراج. لا ده بالعكس، ده اهمال الخراج بيقلب بحاجه اسمها ناسور، بيقلب بحاجه اسمها ناسور شرجي. ناسور شرجي ده من اكتر الحاجات اللي بتتبع الناسور، حدوث الخراج الخراجي المتكرره دي بتكون حاجه اسمها ناسور شرجي. طب دكتور محمد هتقل عليك، ويا ريت تكلم السادة المشاهدين وتقول لهم ايه هو الناسور الشرجي. الناسور الشرجي ده عبارة زي انبوبة ليها فتحتين، فتحة على الجلد من بره وفتحة داخلية. الفتحتين دول بيكون فيهم التهابات، بيخرج منهم افرازات، بالتالي المريض ما يبداش يحس بتحسن، بيبقى الموضوع متكرر معاه. يعني اي ناسور او حاجة اسمها تعريف الناسور عموما، انبوبة لها فتحتين، فتحة على الجلد من بره وفتحة لجوه، ممكن الفتحة اللي جوه دي تتشعب او تزيد على حسب هو الليفل اللي واصل ليه مستوى الانبوبه ديت، بنقدر نقول على على الناسور بتاعنا ان هو مثلا هاي، ان هو لو، ان هو صغير، ان هو كبير، ان هو، لان هو ممكن يتشعب وممكن يوصل لاماكن تانية. تمام، ده تعريف اي ناسور او الناسور الشرجي عموما. اعراضه بقى وعلاجه؟ اعراضه الم شديد، ارتفاع في درجه الحراره، خراريج متكرره بتحصل. يعني شامل كل حاجه. يحصل الناسور شامل كل اللي فات. في اورام خارج طبعا، اورام خاصه يعني بذاتها غير الاورام اللي هي بتاع البواسير. في بعض الاورام الخبيثه قد تصيب المنطقه دي، يعني قد هناك أورام بعض خبيثة. اورام تصيب منطقه الشرج والمستقيم. ده طب الواحد يعرف انه عنده ورم خبيث ولا حاجه ازاي مثلا؟ يعني هي الشكوى في الاول، المريض بدا يحصل مثلا عليه اي اعراض، تضخمات، نزيف متكرر او الكلام ده، بنبدا ساعتها نفحص المريض. ولكن يعني لحسن الحظ ان اورام المستقيم والشرج نسبتها قليله، وبتبقى يعني مربوطه بحاجه تانية، يعني في مسبب تاني من مسببات اورام المستقيم غير مشاكل المستقيم والشرج. تمام دكتور محمد، انا طبعا دخلت مع حضرتك في الموضوع على طول قبل ما وقت الحلقه ينتهي. المفروض كنت ابارك لحضرتك في اول الحلقه على افتتاح مستشفى الخلفاء الراشدين. والله يعني بصراحة أنا يعني لما شفت المستشفى وشفت يعني الحاجات ديت يعني اللي أنت بتعملها ومركز المصطفى، زائد إن أنت حضرتك من الناس يعني الجميلة قوي بصراحة. أنا مدعيت من فترة على مبادرة للكشف المجاني، حضرتك كنت من أول الناس اللي لبوا الموضوع ده، وأنا بشكر حضرتك جدا يعني جدا على دعمك واهتمامك وشعورك بالآخرين. فعايزك تقول لي، كلمنا بقى عن شويه عن مستشفى الخلفاء الراشدين. مستشفى الخلفاء الراشدين دي مستشفى فيها غرف عمليات، فيها رعايه مركزه، فيها تخصصات مختلفه، بنقدم فيها الخدمه الطبيه لاهلنا المرضى باسعار بسيطه، حتى لو يعني الموضوع غير هادف للربح اطلاقا. لا هو بصراحه احنا اعتدنا من حضرتك على ذلك، يعني اعتدنا من حضرتك على الاشياء الانسانيه، على الاشياء اللي بتحس بالاخرين. يعني بسم الله ما شاء الله يعني على حضرتك، يعني حضرتك يعني مركز المصطفى ومركز اهل الخير والمستشفى والعياده، حضرتك فاتح كل ده وفاتح ده، يعني دايما بتقول الكلام ده فاتحه لباب الخير. يعني حضرتك من الاطباء اللي فعلا لابد ان يحتذى بهم، لانهم من الناس اللي هم متميزين جدا، من الناس اللي هم قدوه. فعايزك برضو تكلمنا عن يعني الحاجات دي كلها وعناوينها ومركز المصطفى. وطبعا مستشفى الخلفاء الراشدين هي اتفتحت في شهر واحد، تمام؟ انا بصراحه لما رحت وشفت المستشفى وزرتها، يعني حاجه جميله جدا وحاجه راقيه جدا وحاجه صراحه يعني مشرفه. فعايزك تكلمنا عن العناوين برضو عشان الناس اللي طبعا هي العناوين معانا على الشاشه، تمام؟ ولكن برضو يا ريت برضو حضرتك تقولها عشان اي حد حابب انه مثلا يزور المستشفى، يزور المراكز كده، كلمنا كده عن الحاجات دي. يعني هي العناوين دي بتخلص في حاجه تنزل على الشاشه وهي نازله شايفه قدام حضرتك، هي
عن مستشفى الخلفاء الراشدين. ده كل ده من شارع احمد زكي المعادي، يعني كل افرعنا دي بتغطي تقريبا المعادي وحدائق المعادي ودار السلام، يعني هي عناوين كل الحاجات ديت بتتمحور في الموضوع دوت. واحنا بعد الحلقه ممكن ننزل عناوينهم وارقام تليفوناتهم والكلام ده. تمام. هو دكتور محمد انا هاخد من حضرتك اخر سؤال. اتفضل. تمام. هو احنا سالناه بس برضو تاكيدا عليه، هل امراض الشرج يعني الشيخوخه، طبعا احنا قلنا ان بتيجي للشباب اكتر حاجه الشيخوخه، في بيبقى في صعوبه في علاج الحاجات ديت في سن الشيخوخه ولا لا؟ طبعا بيكون في صعوبه في الاجراءات الجراحيه عامه لكبار السن. يعني مرضى كبار السن دايما بنكون حذرين في اي اجراء جراحي احنا بنعمله معاهم، لان يعني مدى تقبل المريض للعمليه ومدى سلامه الاجهزه الثانيه، انك انت مش جاست انك داخل تعمل عمليه في حته معينه، لا، لابد من الاطمئنان على بقيه السيستمز او بقيه اعضاء الجسم. فطبعا امراض الشيخوخه قد يكون المريض مصاب بسكر يخلي الاجراء الجراحي اصعب شويه، امراض الضغط، ادويه السيوله، الكلام ده كله. فدايما الاجراءات الجراحيه، ومعنى كده احنا ما بنعملش اجراءات جراحيه للكبار السن، بنعمل ولكن يعني في حدود يعني ايه ما يسمح به، يعني ايه المنافع اللي هتعود على المريض من الاجراء الجراحي دوت، وايه الاضرار لو ما عملناش. بنعمل ما بينهم بالانس او توازن، لو صحه المريض يعني لا او الخير او الوضع الصحي هيبقى بعد العمليه انسب للمريض كبير السن دوت بنعمله، لا لو الاجراء مش ضروري او مثلا ممكن المريض يتعايش معاه، خاصه لو في وجود يعني مشكله في بعض اجهزه الجسم زي القلب زي ادويه زي مرض السكر زي الكلام ده، بنقول لا ده اجراء غير ضروري وبالتالي بناجله. لكن في بعض الحالات لا، لازم نعمل اجراء جراحي. ما ينفعش مريض مثلا عنده انسداد معوي وعنده 60 70 سنه قول له لا مش هنعمله عشان هو كبير في السن، لا يعني. طيب بخصوص احنا دلوقتي في كورونا، فيروس كورونا، فعايزك تقول لي الاحترازات والاجراءات يعني الاجراءات الوقائيه اللي بتاخدوها في الجراحه. هو طبعا يعني الجائحه اللي بتشوط العالم كله حاليا دي مش احنا لوحدنا متاثرين بيها، يعني العالم كله متاثر بيها، وبالتالي احنا يعني بنعمل اللي علينا والباقي على ربنا سبحانه وتعالى. طيب احنا ناخد حذرنا، ناخد باسباب الوقايه، ناخد بالاسباب والباقي ده على ربنا ان شاء الله. طب دكتور محمد، هو البرنامج وفريق الاعداد والقناه حبت انها تعمل لحضرتك مفاجاه ومعانا اتصال تليفوني، فحضرتك قول الو، يعني الاتصال مع حضرتك. السلام عليكم. الو. الو. السلام عليكم. ازاي حضرتك؟ يا ريت توطي بس التلفزيون. الله يكرمك ويبارك فيك. ازاي حضرتك يا فندم؟ الله يكرمك، ربنا يبارك فيك. اخبارك ايه يا سعاده الباشا؟ والدي العزيز ده صوت والدي. بالظبط كده. ازيك يا ابو الحاج، اخبار حضرتك ايه؟ الله يكرمك يا دكتور، ربنا يبارك فيك. والله سعداء بهذه المفاجاه السعيده. دعاءنا بالتوفيق يا رب. ربنا يكرمك ويخليك لينا وما يحرمنا منك ابدا. الله يبارك فيك. وتفضل سند لينا على طول. الله يكرمك ويبارك فيك يا رب. استاذ مصطفى اسماعيل، يعني انا بشكرك، يعني انا بشكرك من هنا، ويعني انا عاجز عن الشكر لحضرتك، لان حضرتك يعني جبت لينا حد ومثال مشرف جدا، يعني حاجه كلنا نفتخر بيها، وانا بشكرك جدا، وكل فريق البرنامج في الكنترول بيشكر حضرتك، ويعني ان شاء الله تبقى تشرفنا معاه في حلقه باذن الله. وبشكرك جدا يا فندم، بشكرك جدا. وبشكرك جدا دكتور محمد مصطفى. انا اللي بشكرك على يعني المفاجاه السعيده دي. انا بشكرك جدا، ونكمل في الحلقه الجايه ان شاء الله عشان وقت الحلقه انتهى. بشكرك مره ثانيه ان شاء الله. شكرا استاذ. اعزائي المشاهدين، كنتم معنا في برنامج حلم حياه، وانتظرونا ان شاء الله في حلقه قادمه باذن الله.